وحباه فضلا من لدنه كريما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشر الله يجزي من يصلي مرة عشر ويبقى في النعيم مقيما صلوا على من رد عين قتادة فأبصرت بعد العمى كالعادة وبريقه نال الشفاء وزيادة صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق فهو الحبيب نبينا التحقيق صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بطيبة صاغ ورجوت بطاع الله ومدحت بطيبة طاغ ودعوت بطاع الله أن يحشرني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العشاق تجلى أغلى بضيوف وسهلا وعلى العشاق تجلى أغلى بضيوف وسهلا أما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله على محمد عليه الله صلى الله على محمد لكل حبيب بنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيب بنصيب مثل نصيبي دواء قلب الكئيب ترياق رسول الله
الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقفت على باب الحبيب بعلتي وناديته يا طيبا يا طيبا يا طيبا ومطيبا يا مصطفى. أنا بين نار الشوق ونعيم الجوى، أنا طالب للوصل يا غيث الشفا. هذا فؤادي بالوداد وابتغ، فانظر إليه وزد قربا في صفا. يا طيب وصلي إن تمن بنظرتي، يا طيب وصلي إن تمن بنظرتي، يا سيدنا النبي، يا طيب وصلي إن تجود بنظرتي، أو تعطيني أو تعطيني أو تعطيني كف الحنان تعطفا. فلا أنت طبي أنت حبي سيدي، ولا أنت قربي أنت نوري والشفاء. الباب أنت وأنت محراب لنا، أنت الكتاب، أنت الكتاب مسطر في الوفا. ذنبي أحاط وزلتي غلبت، وقد أنزلت رحلي لا يكن حظ الجفا. جارت علي جيوش المكر واشتغرت سيوف الأعدي، ردها يا مصطفى، ردها ردها يا مصطفى. ضع كف وصلك فوق قلبي محسدا، واسمح لقلبي أن يراك تلهفا، واسمح لعين أن تنام بالهنا. أرني جمالك يا حبيبي تعطفا. أنا لي رجاء والرجاء مؤمل في جارك المحمود يا غيث الشفا. أن تسقني كرما بكأسك سيدي، وجوار عز
بالشهود مشرفا. صلى عليك الله يا بحر الصفا يا طيبا ومطيبا يا طيبا ومطيبا يا طيبا ومطيبا يا مصطفى. بحبك واريدك واتمنى مسيدا قدامك ومريدا يا جد الحسن. بحبك واريدا واتمنى مسيدا قدامك ومريدا جد الحسنين. حبيبي محمد ما في الزي اتنين، حب ساكن قلبي بيزيد كل اتنين. حبيبي محمد ما في الزي اتنين، حب ساكن قلبي بيزيد كل اتنين. جماله دلاله متغطي بجلاله، جماله دلاله متغطي بجلاله، وتقعد قباله يا حبيبي تشوفهم اتنين. بحبك واريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. الله يا أجمل هدية هدية من رب البرية في كل الدنيا دي يا جد الحسنين. يا حبيبي يا أجمل هدية جدية من رب البرية في كل الدنيا دي يا جد الحسنين. الله وانت أمرها وانت اللي منورها، ما هو انت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أسرارها يا سيدي، ومفتح أسرارها يا سيدي يا جد الحسن. صلوا عليه. بحبك واريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا جد الحسنين. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فرحة الدنيا وفرحة الآخرة. أولا من فرح بنا فرحنا به، من علامات الإيمان إظهار وإعلان الفرح بطاعة الله وفضل الله وبسيدنا رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ودايما لما تسمع في القرآن كلمة قل تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ينتدبنا الى امر لا نحتمل فهمه. يعني لما ربنا جه يتكلم عن نفسه قال ايه؟ قال ايه؟ قال قل هو الله احد، لانه يتكلم عن الاحديه. مين يتحمل الاحديه ولا الواحديه ولا نورانيات الحق؟ فيقوم ربنا يقول له قل هو الله احد، ما حدش هيتحمل، فيفهموها من طريقك.
لأن لو انتدبوا إلى فهم جمال وجلال وكمال مفهوم الأحدية لأعيا العالمين. فيقوم يقول له قل هو الله واحد. أما لما نيجي نتكلم عن حضرة سيدنا النبي الله يقول له إنا أعطيناك الكوثر، ما قالوش قل إنا أعطيناك ليه الكوثر، قال إنا أعطيناك الكوثر. قال إنا إيه أعطيناك الكوثر، كأنه بيقول له لما يكون واحد ما اللي ما يعرفنيش قول أنت وعرفه أنا مين، فلن يستطيع أن يعرفني إلا من طريقك. ومن لا يعرفك لا يعرف قدرك إلا أنا، فأنا أقول نائبا عنك إنا أعطيناك الكوثر. فيجي دايما لما تلاقي في 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 سوء في آيات القرآن الله سبحانه وتعالى يقول قل، تفهم أن الله ينتدبنا لفهم أمر جلل. فهمت؟ فيقول إيه زي مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما لو كان قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لتهفئها في جماله في بديع الدلال وجمال وتجلي هذه الآية لاسترسلت الناس في الذنوب. ما هو خلاص قال ما حدش يزهق، لكن قال لي قل يا عبادي الذين، قال عشان يفهمهم أن 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 إذا رفعت إذا حصلت الكلفة لا ترفع، أو إذا حصلت الألفة لا ترفع الكلفة، وأن ليس معنى هذا أن الإنسان يشطح بالمعاصي ويقول ربنا غفور رحيم، لا دي لها ضوابط شرعية هيعرفها لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كل ما يجي عند ما آية يقول قل نقف عندها ونفهم أن اللي جاي مهم جدا. ليه؟ لأن الله انتدب أستاذا عظيما وبليغا حكيما يوضح مراد الحق للخلق من هذه الآية. طيب هنا بيقول له بقى في الموطن ده ايه؟ قل يا عبادي الذي، بيقول ربنا بيقول له قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني يبقى اللطيفة الأولى وقفنا عند كلمة قل، يجي الثانية يقول بفضل الله وبرحمته. هو فضل الله يطلع ايه؟ العلماء قالوا القرآن، وجماعة تاني قالوا رحمة الله هو النبي، وجماعة تالتين قالوا لا فضل الله ورحمة الله حضرة سيدنا النبي. فيبقى قل يا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بعدين يقول لك هو خير مما يجمعون، أي الحق كلمة هو خير مما يجمعون إشارة بليغة جدا عشان نعرف نفرح إزاي. أنت أحب حاجة عليك إيه؟ الفلوس، صح؟ لو دلوقتي جالك خبر على التليفون القبض نزل بتفرح، تزقطت كده وتفرح ويحصل لك انتعاشه كده وتفوق، وبدل ما كنت قاعد في حلقه الذكر نايم وحاط ايدك على خدك وشايل ستك، مش طاجن ستك، شايل ستك نفسها فوق دماغك، بتبدا تفوق ليه؟ ها جاب اشير الفرج. او ما ربنا يقول كده، شوف لما ايتين في القران ولما تقراهم يوجب عليك الفرح. الاولى لما يقول ربنا ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طب يعني افرح بيه ازاي؟ قال تفرح بيه زي ما جالك شيك كده هديه، فجاه قمت من النوم لقيت جالك ورث. هو خير مما يجمعون من مقتنيات الدنيا كلها، كان الله بيقول وافرحوا به، والفرح به واجب، واوجب الفرح ان تفرح به خير من فرحك بما تجمع اللي هو أغلى حاجة عليك. الحاجة الثانية ربنا يقول إيه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب. لما لو دلوقتي الله لا يقدر يعني النور قطع، طبعا الناس في ظل تغير المناخ دلوقتي الحر يزعجنا ويضايقنا وما نقدرش نقول الدرس، وهنيجي نمشي يجي النور جه، فالناس تقول اللهم صل على
سيدنا النبي ده قال لي حاجه، اللهم صل على النبي، الحمد لله، وتدب الحياه في الكون تاني. لما ربنا قال قد جاءكم من الله نور، كان بيوجب علينا الفرح بهذا النور بقدر ما عشنا من الظلمه، بقدر ما عشنا ايه من الظلام. بعدين قد جاءكم من الله نور وكتاب. طب لو فصلنا النور عن الكتاب مثلا، قلنا الكتاب هو ايه؟ هو القرآن، والنور هو سيدنا النبي، وده عند كل معظم أهل التفسير. طيب القرآن ليلة القدر، لو اتجمعنا دلوقتي وعملنا في ليلة القدر احتفال وقلنا اليوم بنحتفل بليلة القدر، ليه؟ لأن الليلة التي نزل فيها القرآن على قلب سيدنا محمد، هل يخرج علينا واحد يقول أننا نفعل بدعة؟ فالاجتماع في ليلة القدر للاحتفال بالليلة اللي نزل فيها القرآن ما جعلت أي حد يقول علينا ابتدعنا شيء في ديننا. لماذا عندما نحتفل بذلك النور يكون بدعة؟ إيه اللي خلاه بدعة بقى؟ إذا كان ربك نفسه بيقول فليفرحوا، فليفرحوا، بس عشان قل قل لازم نفرح على منهاج نبوي. نروح لسيدنا النبي، يا رسول الله لماذا تكسر صيام يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. طيب خلاص يبقى نصوم براحتك. اي عمل من اعمال الخير التي يتقرب بها الى الله تصلح ان تحتفل بها. واعظم من ذلك، قالوا يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم. احسن حاجه تعملها ايه؟ فرح غيرك يا اخي. سد دين مديون، اكس عريان، اسعف ملهوف، صل رحم، وبكده نكون بنحتفل بالمولد النبوي. ايوه، لكن اذا خالفنا كل هذه الاعراف وقصرنا الاحتفال بالمولد النبوي على المدائح وعلى المجالس فحسب، نكون ضيقنا واسع. كل عمل في شهر ربيع وفي كل العام اعملوا فرحا بالنبي. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام من جدير ما يحتفى به أنه صلى الله عليه وسلم قال أنتم أنا حظكم من النبيين. أنا إيه؟ أنا حظكم من النبيين، أنا حظكم من النبيين. أيوة، طب ماشي، حظنا من النبيين حلو أهو، الحمد لله يا رب إنك جعلتنا من أمة نبي نحبه ونؤمن به، الحمد لله على نعمة الإسلام. حظنا واسع كبير، يوجب الفرح ولا لا؟ طب لا، الثانية أشد، يقول أنتم حظي من النبيين وأنا حظ، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. إذا كان هو فرحان إن إحنا حظه من الأمم على ما فينا من عيوب وعلى فينا من ذنوب وعلى ما فينا من كدر وعلى ما فينا من خزايا وبلايا وأوجاع وأسقام وقلة همة وضعف، بس هو سيدنا النبي بيتلذذ بالعبودية لله ويرضى بالقسمة، ففرحان بينا إن إحنا إيه؟ إن إحنا قسمته وحظه، ولأننا أفضل الأمم على التحقيق لما انتسبنا إليه وإلى القرآن. فهو بيفرح بكده، بيقول أنتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه الإمام الترمذي من حديث سيدنا عبد الله بن عباس وهو غريب، يقول اجتمع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. مستغربين، إله يتخذ عبد من عبيده خليل؟ عجبا إن الله اتخذ موسى كليما، عجبا إن الله اتخذ عيسى روحا وكلمة، عجبا إن الله اتخذ آدم خليفة. فخرج صلى الله عليه وسلم. أنا أستفيد من الحديث ده، أستفيد حاجتين، إن الصحابة كانوا بيجتمعوا ليحيوا ويتذاكروا ذكريات وخصائص الأنبياء من قبل، وهذه سنة.
فسيدنا النبي بقى يخرج يرفعهم لما هو أعلى. لم يكن ينكر عليهم اللي قالوه بدليل الآية. قال إيه؟ لقد سمعت مقالكم وعجبكم، ألا إن إبراهيم خليل الله وهذا حق، ألا وإن موسى كليم الله وهذا حق، ألا وإن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهذا حق، ألا وأن آدم خليفة الله وهذا حق. وبعدين سيدنا النبي يبدأ بقى ينقلنا نقلة تانية خالص. يعني اللي انتوا فيه ده ضرب من ضروب الايه؟ الحقيقة، ان احنا نجتمع ونحتفل بمواليد الأنبياء وبالصلحاء وبالصالحين وبالأولياء وبالأنبياء، ده شيء مشروع، كل ده حق، ما دمنا لا نرفع أحد ولا نطري أحد إطراء يعني يتعارض مع التوحيد. قال تمام لغاية كده تمام، بس في باب من الأبواب ما فتحتهوش، وهو الباب الأعظم، وهو السر الأعظم، وهو النور الأكبر. قال ألا وأني حبيب الله ولا فخر. أنتم نسيتوا أن أنا آدم، ألا وأني إيه؟ ألا وإني سيد الأولين والآخرين، على الله وهذا حق ولا فخر. ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. أنا أول من يحرك حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر. يدخلها هو ومين؟ وفقراء المؤمنين ولا فخر. بعدين يقول بقى شفتوا اللي انتوا ذكرتوهم المناقب دي، آدم ومن دونه من النبيين تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. وأنا أقول صدق الذي قال ولكننا بك يا رسول الله نوحد الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسول الله وأنك حبيب الله ولنا الفخر، وأنك سيد الأولين والآخرين ولنا الفخر، وأنك أول من يحرق حلق الجنة ولنا بها الفخر. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل صرنا أفضل الأمم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وحقق مطلوبنا واصرف عنا مرهوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا من البلايا والخزايا وفعل السيئات ما نطيق وما لا نطيق، ببركة المصطفى والصديق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امدح ما تحب. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرام، واسمه قاسم من أعظم القاسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما سامني الدهر ضيما واستجرت بي إلا ونلت جوارا منه لم يضامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولالتمست غنى الدارين من يده إلا ونلت الندى من خير مستلامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فأنت على الوقت الوقت أني أبتل الإنسان عليك النبي لما تزور سالم الله جزاك ولما تدخل عليك تصلي وتسلم تراب لقدم الصخر عليه ولم تدخل عليه تصلي وتسلم القدوس تراب لقدم الحجر عليه يا سيدي وتقول له يا سيدنا النبي دوامك يا فضلك يا حبيب سلم يا رب جمعهم من ثانيات الوداع